هنبدأ، ليه محمد رمضان نمبر 1 من وجهة نظرك؟ والله يعني دي إجابة فاهم يعني صعب أنا اللي أجاوب عليها فاهم، لأن نمبر 1 لما قلتها في أغنية كانت يعني في فترة صعبة في مشوار يعني فاهم، فترة كانت صعبة جدا وما كانش فيه شوية اعتراف ببعض الحقائق. يعني مسلسل الأسطورة محقق نجاح قوي جدا في الشارع، ومع ذلك بيقولوا انه مش الأعلى نسبة مشاهدة. انت يعني انت الساعة 2 الظهر وبيقول لك انت 12 بالليل، فكان لازم فاهم الشارع كله بيحاول يقنعك ان انت لا انت 12 بالليل وانت 2 الظهر، فكان لازم تقول لا احنا الظهر، انت كان لازم تقول انا في الساحة وفاهم انا كنت، ده كان التارجت يعني. هي كان كبت فني ممكن، فانت قلت حقيقه، قلت انا ما فيش قهوه بتشغل مسلسل غير بتاع، فاستفزوني ورديت لان كنت يعني برضه شاب صغير. النهارده مهما بيحصل ما فاهم مستحيل هندفع، لان النهارده انا 34 سنه وبنكبر يعني برضه كل بنتعلم حاجات كتير. ف نمبر 1 طبعا ليه دلائل كتير، في دليل مادي وفي دليل معنوي وفي دليل مرئي وفي دليل مسموع وفي دليل يعني دليل مسموع ان انت في الشارع بتسمع اكتر نجم مذكور في الشارع هو ده، تدخل وتحلق تلاقي الناس بتتكلم عن الشخص ده، تقعد في كافيه تلاقي الترابيزه اللي ورا بيتكلموا عن الشخص ده تتكلم، فده دليل مسموع ان الراجل ده هو اكتر واحد الناس بتتكلم عنه او عن اعماله. الدليل المادي ان هو اعلى اجر في الوطن العربي، في ممثل مفيش ممثل بياخد قد فده دليل مادي. الدليل المرئي ان حاجات بقى في الشارع زي النهارده، اقول لك ليه عبد الحليم حافظ هو المغني رقم واحد حتى هذه اللحظه، لان انا عمري ما شفت قهوه باسم فنان جه بعده، حتى الان توصل بقى تلاقي قهوه العندليب، لو جه في قهوه بعد كده طلع اسمها قهوه مثلا اي لقب انت تعرفه تقول اه يبقى في فعلا في حد تخطى عبد الحليم، ولكن كوكب الشرق لم يتخطاها ولا نجم عربيه حتى هذه اللحظه اللي انا وانت قاعدين فيها في 2023. مفيش قهوه اسمها مثلا فلانه الفلانه في كوكب الشرق في شبرا وكوكب الشرق في اسكندريه وفي بورسعيد، فده اسمه دليل مرئي. الدليل المعنوي ان انت بتطلع من المشروع فاكر اسماء الشخصيات، ده اسمه دليل معنوي بالنسبه لي، ان انت فاكر اسم مهجة في مش عارف ذئاب الجبل، فاكر اسم فلان، فاكر اسم مسكر في ابن حلال، نعيم في العمده، فاكر فاهم فاكر اسماء الشخصيات بس. طيب